السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ معكم عبدو الملقب بداركو صاحب قناة داركتون من الجزائر، عمري 3 ملايين سنين، المعروف بالسحابات الطويلة الذي قام بجعل المتابعين يزعلون والبعض الآخر ينسون، لكن الأسطوريين لم ينسوه بعد. لذلك عدنا من جديد مع مقاطع أحر من الجمر. لم أعد أصنع الكثير من المقاطع مثل ما كنت قديم. أظنني مصاب بالعين. من صاحب هذه العين؟ هيا اعترف وأخرج نفسك. أنت تضربني بعين وأنا بأنفي، سوف أستنشقك استنشاقا. ولا أريد الإطالة في المقدمة وبدون انترو، ولنبدأ. قلت بدون انترو، ولنجيب عن تساؤلات الداركتونيون الأسطوريون. والسؤال الأول: من كان يشجعك في اليوتيوب ومن كان ضدك؟ بكل بساطة، أنتم من شجعني في بداية الأمر، حيث كنت أصنع فيديوهات لا طعم فيها ولا لذة، ومع ذلك كنت أرى تعليقات تجعل المورال يصعد بشكل أسطوري. أما من كان ضدي، فقط والدي في بداية الأمر كانوا يظنون أنني أضيع وقتي، لكن بعدما رأوا الفلوس. واصل يا بني، لا تتوقف، واصل. لدي سؤال: ما هي أفضل شخصية كرتونية من حيث الذكاء؟ ابن أخي زعبوط، القوة بيل سايفر، السرعة سونيك بالتأكيد، الانضباط لا يوجد، والكسول عمي ريتشارد. لماذا لا تقوم بالجزء الرابع من داركتون في قاع الهامور بعنوان داركتون في العصر الحجري؟ سؤال في محل. صحيح، فقد أطلت عليكم كثيرا في هذه السلسلة، فقد كانت البداية من داركتون في قاع الهامور، ثم انطلقنا إلى داركتون في جزيرة الأشباح، وبعدها داركتون في جزيرة العمالقة، وستكون المغامرة القادمة داركتون في العصر الحجري إن شاء الله، ولا تزال هناك الكثير من المغامرات، فمؤخرا قمت بالتخطيط له، وسوف تعود قريبا السلسلة بدون سحابات هذه المرة، فترقبوا تكملة السلسلة والتي فيها هدف بالتأكيد ليست عشوائية. لماذا لا تفتح قناة ألعاب إلكترونية؟ بالتأكيد لدي قناة ألعاب زائد فيس كام زائد باللغة العربية يا رفاق. انظروا إلى أصابعه كيف هي، أقسم أنه مخيف. ابتعد 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 ابتعد. لقد شافني. لمن يهمه الأمر فإنها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم يا دارك، لدي سؤال: لماذا لا تنزل مقاطع أكثر؟ لأني أتابعك منذ وقت طويل، لا أجد الكثير من الفيديوهات، أدري أنني كثير السحابات، ذلك لأنني أعمل حاليا في محل ليوم بأكمله. عندما أنهي العمل أجد نفسي منهكا ولا أقدر على فعل أي شيء سوى النوم، وغدا نفس الشيء، فأنا أحاول إيجاد بعض الوقت لكي أكتب الأفكار والتي تستغرق مني الكثير من الوقت في وضع الحالي، لكن سأحاول إعطاء حق للقناة أكثر إن شاء الله. نفسي من كل قلبي أن أنك تنفذ سؤالي، هل تقدر تقول محمود جلال بصوت عالي؟ بما أن محتوى الكرتون لم يعد مشهورا كالسابق وجمهوره قل بشكل واضح، هل راح تحاول تكثر من القصص أو راح تكمل في مقاطع الكرتون؟ ليس محتوى الكرتون الذي لم يعد مشهورا، وإنما المتابعون للكرتون صاروا كبار وربما لم يعودوا يشاهدونه، لذلك بعض القنوات ترى فيها الدعم قليل رغم أنها قديمة. فإذا رأينا القنوات الجديدة فتجد الدعم فيها أسطوري، والله زيدهم، والمحبون للكرتون لن ينتهي، يذهب جيل ويأتي جيل جديد، وعليك التعامل مع الجيل الجديد حسب رغباته وإلا فلن تنجح. وبالنسبة لي فكرت حقا بجعل القناة عبارة عن قصصي وقصص خاصة وقصص مغامرات، فلا أدري، تحتاج الكثير من التفكير. ما رأيكم ببرامج الكرتون الريبوت؟ هذه البرامج باختصار ما خلت للكرتون هيبته، أفسدته الله يفسدهم. أفضل كرتون شاهدته قبل زمن طويل، ذكرتني بصغري الجميل، يا للأيام الخولي، كنت أشاهد بعض الكرتونات الرائعة والتي لن تمل منها، مثل ماروكو. ماروكو أنيمي، لكن لا يهم. وأيضا وادي الأمان، سيمبا أيضا، واو، كانت أياما رائعة حقا. أولا مرحبا. مرحبا. ثانيا، هل هناك أمل لأن ترجع الكرتونات كما كانت في السابق بلا شذوذ أو المحرمات أو شيء متعلق بالسياسة؟ للأسف يا صديقي لن ترجع الكرتونات كما كانت في السابق، قديما كانت النية، أما الآن فكل الكرتونات تجد فيها لقطات غير أخلاقية. تدري لماذا؟ لأن هذه الطريقة جديدة في استعمار العقول وغسلها. يا عيني استحمام بالصابون والمي. ما هو طولك بالسنتيمتر؟ إذا وقفت أنا وهو بجانب زرافة فلن تفرق بيننا لشدة الطول. فإذا احتجتم لشخص يلعب كرة السلة فأنا هنا يا أصحاب. هل أنت متزوج؟ ليس بعد يا صديقي، ليس بعد. ومن تريد
ماي انستغرام في الوصف. ما هو اكثر فيديو تعبت عليه واستغرق منك وقت طويل؟ كل المقاطع تاخذ وقتا طويلا يا صديقي، لكن مقاطع القصص تاخذ وقتا اطول ويتعب حقا، لكن اهم شيء هو الاستمتاع لي ولكم. ليش جامبول غبي للغايه؟ المخرج عاوز كذا. هل تعرف اغنيه سكري بيت بي بي بي؟ لا ما اعرفها. مرحبا داركو، كيف حال الاستاذه الشريره؟ اتمنى انها ليست بخير. انا بخير، لماذا تتمنى الا اكون بخير ايها المعتو؟ اوه ميريسكي، هل انت متزوج؟ هل أنت خاطب؟ ألا تريد كنة في بيتكم؟ أخبرني. لماذا رأسي مربع؟ يبدو أنك ابن خالة جيف. واو، لدينا ابن خالة المحقق كونان، واليوم اكتشفنا ابن خالة جيف. إذا وجدتم المزيد من أبناء الخالات أخبروني يا أصحاب، هل حقا رجل الفيل تنمل لكن رجل النملة لا تفيل؟ يا أخي أكيد هذا الشيء. وهل تشك في أقوال جامبول؟ جامبول الناطق بالحكم يعرف ماذا يقول يا حبيب القلب. لا تشك في هذا القول. لو كنت شريرا في الأنمي أو الكرتون من ستكون؟ بالتأكيد سأكون كيرا، حيث أي شخص لا أحبه فقط أكتب اسمه على الورقة وسيموت بعد 40 ثانية. ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة، فأتمنى أن المقطع أعجبكم، أراكم في المقطع القادم. لا تنسوا اللايك والاشتراك. كان هذا كل شيء، كان معكم أخوكم داركا وعبدو، مع السلامة.